السلام عليكم الدراري ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. وانا في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد الطريقه اللي غادي نقدروا نلعبوا في سمارت كاكا بكفاءه عاليه وبلا لاك بهذا لابليكاسيون. هذه صراحه جربت هاد الدراري خدامه مزيان، حيدت لي بزاف ديال اللاك. يعني سير شوف هاد الميزاجور هادي الاخرى فيها اللاك بزاف وبني جربتها نادي. خليكم بالدراري مع الفيديو. صافي الدراري دابا غنمشيو دابا غنديليشارجيو الابليكاسيون، غادي نخليكم ليها في الديسكريبشن كيف العاده. غادي نجيو لهاد الموقع سميتو جيت انتو بي سي، في قلب اي ابليكاسيون بغيتيها ديال الكرافت اي باش هنا الويندوز اي حاجه بغيتيها بها. المهم غادي تدخل لهاد الابليكاسيون سميتو درايفر بوستر، هو درايف في الدرايفر ولكن في واحد الخاصيه ديال الجيم تبوستي لي جيم. غتجينا غدير داونلود فول سيت اب وصافي، غتمني غتيليشارجيها عادي غادي يخرج لك وينرار بحال هاد الشكل هذا. غدير لي اكسترا اي سي وغادي يخرج لك الدوسي بحال هكا. ملي يخرج لك الدوسي بحال هكا سيت اب عادي، نيكست 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 انستول، انستالي هذا هو الكراك ديالو. غتشد هذا غادي تكوبي، دير لي كوبي وغادي تمشي للبلاصه اللي مثلا الدوسي ديالو وغادير لي بيس ولا كولي. ملي غادي تدخل ليه بحالك هاد الشكل هذا، غتجي لهنايا الايقونه هاد ديال البوست، غتجي هنا ديال هاي جيم بوستر، غتلقى هنايا مكتوبه داولان، غتيليشارجي هادي باش يمكن لك تدخل ليها. ملي غادي تيليشارجي غيعطيك هاد الواجهه، غيعطيك هاد الواجهه هادي بحال هكا. غتجي هنا غادي تبرك اديد ياك، غتشي هنا البراوزر وغادي تختار هنا الابليكاسيون ديالك ولا اللي بغيتي. انا في هاد الحاله باش نختار سمارت كاكا هي ديجا انا نديرها، ادير اوكي شي دي جيم اوريدي، يعني ديجا عندي صافي. غادي في الاخر غادي تلقى هنا هنا غدير اشبرك عليها هكا وغتورك على بوست. غادي تبوست راه غادي يخدم لك سمارت كاكا غير راسو بلا ما ديرتي شي حاجه، ديجا مبوستي. نخرجو من هادي هاهي، إلا بغيتي شحال من حاجة دير لها ستوب هنايا. شوف عندي 200 ميجا راه ما كندير بيها والو، يعني كيوقف لك شي حوايج اللي ما غاديش تستخدمهم في ديك الحالة. صافي مثلا ملي تسد سمارت كاكا غيطلع لك هنا واحد الميساج، اي سما سمارت جيم بوستر از ريستورين باك تو نورمال مود، يعني غيرجع ليطا نورمال ديالو. هاو تاني الا بغيتي تخدمو غادي تبرك هنايا بوست وغادي يخدم لك سمارت كاكا. صافي الدراري هادشي اللي كان في هذا الفيديو، اذا عجبك الفيديو خلي معاك لايك وسبسكرايب وش خلي في الكومنت تما فهمتي شي حاجه اشرحها لك في الكومنتير. And yeah, peace.